مباشر عندنا النهارده على قناه بحر منوعات، اشترك في القناه عشان يجي لك البث، يقول لك بث مباشر مباراه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم، المباراه الاولى الذهاب والاياب ان شاء الله في السنغال، برضو هنذيعها عندكم هنا في قناه بحر منوعات، بس اشترك في القناه عشان تشوف كل جديد وجديد. وبالمناسبه مبروك لمنتخب المغرب، تعادل النهارده خارج ملعبه قدام الكونغو، والف مبروك لمنتخب تونس فوزه النهارده على مالي 1-0 برضه في مالي، وفوز الجزائر عقبالنا يا رب النهارده على الكاميرون في الكاميرون 1-0، نتائج ايجابيه كلها للمنتخبات العربيه، عقبال منتخبنا العربي النهارده المصري ان شاء الله. وشجعونا زي ما احنا شجعناك يا عرب يا حلوين يا ممير، ان شاء الله منتخب مصر يوصل نهائيات كاس العالم ان شاء الله ونكسب النهارده ونوصل ان شاء الله. تعالوا معايا يلا اقول لكم على التشكيل المنتخب النهارده. مستر كروش النهارده اختار 11 لاعب، هقول لكم على التشكيل الكامل النهارده، تعالوا معايا. ما تنسوش في نهايه الفيديو في مفاجاه كبيره جدا جدا هتشوفوها كلكم. ويلعب منتخب مصر امام السنغال في القاهره اليوم الجمعه في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2020، فيما يقام الاياب في دكار يوم الثلاثاء المقبل. وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع عمر جابر كباك يمين، محمود الونش ومحمد عبد المنعم واحمد فتوح باك شمال، اما في خط النص محمد النني وعمر السولية وحمدي فتحي، خط الهجوم محمد صلاح ومحمد مصطفى محمد عذرا ومحمود حسن تريزيجيه. ان شاء الله النهارده منتخب مصر يعمل نتيجه ايجابيه زي ما قلت لكم، وتشاهدوا النهارده البث المباشر الحصري على قناه بحر منوعات، وهجيب لكم الاهداف وكل حاجه. بالمناسبه ديت الف مبروك لمنتخب المغرب تاني، والف مبروك لتونس والجزائر. تعالوا معايا يلا، وان شاء الله اقول لكم على نتيجه التوقعات. ما تنساش تتوقع نتيجه مصر والسنغال اليوم، وان شاء الله في مكافاه كبيره جدا جدا هجيب لكم الغوريلا بتاعتي مع اول فرحه.